get drunk. إذن إضافة التردد ما علينا سوى الضغط على ميني، ثم نأتي إلى الإعدادات، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على التركيب، نقوم بإدخال كود الريسيرفر 4 0 1 2 3 4، ثم نأتي إلى قائمة الترددات هنا، ثم بعد ذلك هذا هو المكان الذي سوف نقوم بإضافة فيه التردد. هنا التعليمات، يعني على حسب كل ريسيرفر يعني تعليمات اتبعها في الريكوموند. مثلا نختار القمر من هنا، هذا الخيار بالنسبة أنا عندي هنا، نختار القمر الذي سوف نعمل عليه، مثلا نيلسات، هذا هو القمر نيلسات، ثم أقوم بإضافة التردد كما تشاهدون معي باللون أحمر، ثم هنا أقوم بإدخال التردد هنا بطبيعة. كما تشاهدون معي تختار تردد من أحد الترددات الموجودة على الفيديو، وبعد ذلك نقوم بالضغط على البحث. أنا اخترت تردد 11938، نضغط على أوكي. فكما تشاهدون معي التردد الذي سوف يعمل معك هو الذي سوف تجد مع جودة الإشارة هنا تكون قوية، هذا هو التردد الذي سوف يعمل معك. ثم بعد ذلك تضغط على البحث، تتبع التعليمات بطبيعة الحال الموجودة هنا. أنا عندي البحث بالأزرق، إذا أقوم بالضغط على أزرق وهكذا يتم البحث. هنا تختار يعني مثلا هنا نوع البحث، تختار مشفرة أو مجانية، نختار مجانية. وهنا نوع البرامج، نختار راديو أو تلفزيون، نختار فقط التلفزيون، ثم نضغط على أوكي وهكذا. فبهذه الطريقة يتم تنزيل قناة زي ألوان. وإخوان أتمنى أن تضغطوا لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.